السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معنا هنا في تلك أيام دورة تكوينية من إخواننا من فلسطين الشقيقة، وكانت دورة فيما يخص تقويم الفقرات وكذلك عرق النساء وبعض المساجات الهندية القديمة. والآن سنترك مع الأخت حنين من فلسطين وكذلك الأخ عادل. ما هي رأيك في هذه الأيام في الدورة التكوينية هنا في مركزنا أبا الهيثم؟ أولا شكرا جزيلا لك على المجهود والتعليم. أنت إنسان رائع جدا وعندك معلومات قيمة جدا جدا جدا، وأنت كنز لبلدك المغرب. عفوا، وبارك الله بك على مجهودك وتعليمك. مرحبا أخ عادل، كيف جاتك هذه الزيارة هنا وكذلك الدورة التكوينية؟ من أول لحظة دخلنا هنا وبدأت تتحدث، قلت لحنين هذا الإنسان يسموها إنسيكلوبيديا، إنسيكلوبيديا مع معلومات موسوعة، ما شاء الله عليك مع العلم والفلسفة الحياة، نتعلم منك كثير 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 كثير. شكرا، بارككم الله تعالى. ودائما نحن كعرب وكمسلمين وكبشرية نؤمن بالتكامل ونقصي التآكل، ودائما الإنسان اللبق دائما يستطيع بحنكته أن يصنع من كل آلام آمالا، ودائما للأمام سر للخلف لا تلتفت. كان معكم أخوكم موسى الشاب يحييكم بتحية الإسلام من العاصمة الإسماعيلية مكناسة الزيتون، ويهدي سلامه الحار لجميع قاطبة الساكنة من طنجة إلى جاكرتا، والسلام عليكم.